يقدم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأرأف من ملك، وأوسع من أعطى، وأنصر من ابتغي، وأجود من سئل. أنت الملك لا شريك لك، وأنت الواحد لا ند لك. الخلق خلقك، والعبد عبدك، والعبد عبدك، وأنت الرؤوف الرحيم. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. لا إله إلا أنت، يا من عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا من يعز من يشاء ويذل من يشاء، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. يا من يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك رب أن يحضرون. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا. اللهم وزيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا
مضلين. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم وثبتنا عليها حتى الممات، اللهم وثبتنا على كلمة التوحيد حتى الممات، يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم وارزقنا من الفهم عن نبيك صلى الله عليه وسلم ما يبلغنا منازل الصديقين، ويحشرنا في زمرة العلماء العاملين. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأراضين والسماوات ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، أقرب إلينا منا وأسمع إلينا منا وأعلم بأحوالنا منا. ندعوك دعاء الخائفين، دعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك جسمه، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا باسط اليدين بالرحمة، يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، يا الله يا الله. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، واجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار، واكتبنا في هذا
الشهر الكريم من عتقائك من النار. اللهم واجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر. اللهم واجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر وينال ما فيها من الثواب والأجر. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم وكما جمعتنا في هذه الليلة المباركة اللهم وجمعنا سويا تحت ظل عرشك على سرر متقابلين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يا إله الأولين والآخرين نطرق بابك ونستمطر رحمتك فلا تردنا خائبين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّاجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسحورا أو معيونا إلا شفيته ولا تائبا إلا قبلته ولا ضالا إلا هديته ولا ولدا إلا أصلحته ولا ولدا إلا أصلحته ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وأعنتنا على قضائها. اللهم اغفر لموتى المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم من أرادنا وأراد أنفسنا وإسلامنا وبلادنا وعلماءنا بسوء اللهم فاكفناه بما شئت. اللهم واكفناه بما شئت. اللهم إنا ندرأ بك في نحره ونعوذ بك من شره. اللهم إنا ندرأ بك في نحره ونعوذ بك من شره. اللهم واحفظ نساءنا ونساء المسلمين. اللهم واجعلهن مهتديات بالصحابيات مقتديات واجعلهن مؤمنات مسلمات. اللهم واجعلهن من عبادك الصالحات يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لكل ما تحب وترضى. اللهم وأيده بالحق وأيد الحق به. اللهم واكشف له وجوه الحقائق
اللهم واكشف له وجوه الحقائق وخذ بيده في المضائق يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.